كوريا الشمالية تعلن التعبئة وتستعد للحرب، والصين ترفع نسبة إنفاقها العسكري لعام 2022. أما روسيا فوضعت قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى. فما الذي يحدث في شرق العالم؟ وهل أصبحنا قريبين أكثر من اندلاع حرب عالمية ثالثة بين شرق الأرض وغربها؟ تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. против нас начнут развязывать реальную войну. Ну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а они. تصاعد حدة العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وتدهور العلاقات بين الغرب وموسكو دفع الزعيم الكوري الشمالي إلى مطالبة كبار مسؤولي الدولة بالاستعداد للتعبئة وحتى للحرب. وبعد هذا الطلب بساعات أطلقت بيونغ يانغ مقذوفاً غير معروف باتجاه بحر اليابان لتكون هذه التجربة الصاروخية هي التاسعة منذ بداية العام الحالي رغم كل العقوبات الدولية الصارمة ضدها. هذا ليس كل شيء، فكوريا الشمالية أوضحت لاحقاً أنها أجرت تجربة بالغة الأهمية لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى. لكن ماذا عن الصين؟ بكين أعلنت رفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1% في العام 2022 بعدما كانت 6.8% في العام 2021، لتخصص الصين نحو 230 مليار دولار للدفاع الوطني وسط تصاعد التوتر العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. هذا التصريح أشغل وسائل الإعلام وأشعل السوشيال ميديا حتى أن دولاً عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة اعتبرته تصعيداً غير مقبول بتاتاً. فتأهب قوات الردع الروسية يعني ردع أي هجوم محتمل على روسيا بما في ذلك أي هجوم تستخدم فيه أسلحة نووية. لكن ما هي الترسانة العسكرية التي تمتلكها روسيا والصين وكوريا الشمالية في حال اندلاع حرب عالمية وحاربت هذه الدول الثلاث في صف واحد؟ الأسلحة النووية. روسيا تمتلك 6255 رأساً نووياً، الصين تمتلك 350 رأساً نووياً، كوريا الشمالية تمتلك ما بين 40 و50 رأساً نووياً. ميزانية الدفاع: روسيا 154 مليار دولار، الصين 230 مليار دولار، كوريا الشمالية 4 مليارات و500 مليون دولار. عدد الجنود بما يشمل الاحتياط: روسيا 1,100,000 جندي، الصين 2,500,000 جندي، كوريا الشمالية 1,800,000 جندي. مع كل هذه الأرقام الضخمة يبقى السؤال هنا، هل تنذر كل هذه الاستعدادات باندلاع حرب عالمية قد تكون نووية أم أنها تبقى في إطار التخويف والترهيب لا أكثر؟ شاركونا آراءكم.